السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفة اللي غزالة، وصفات هما عدة وصفات اللي هما زوينين بزاف. الأساس ديالهم هو هذا العكر الفاسي الحر، العكر الفاسي اللي كيف ما كان اللي نعطيكم واحد المعلومة عليه، مناش كيتقاد انا هانتوما كيفما كتشوفوا. العكر الفاسي عندنا جوج ديال الانواع ديال العكر الفاسي، كاين اللي هو ماشي حقيقي كيكون غير ملون اصطناعي، وكاين هذا اللي هو حقيقي. باش تعرفوا بيناتهم هذا كيفاش كيكون، الاخر تيكون مطحون بزاف بودر، وهذا تيكون على هذا الشكل كيفما كتلاحظوا. اذا هذا العكر الفاسي مناش كنقادوه؟ كنقادوه من ديك الورده ديال شقائق النعمان، زهرت بالعمان كما كنقول لها زهرت بالعمان. اذا كناخذوا دوك الوريضات وكنديروهم كينشفوا لينا في الظل، ومن بعد كنديروهم في الشمس واحد المده، الاكثريه ديالهم من يومين، المده اللي نخليو فيها دوك الوريضات باش يتيبسوا ما بين 11 ديال النهار والثلاثة، كنستافدوا من ديك الشمس، ومن بعد كندكوهم في المهراز وكنحصلوا على هذا العكر الفاسي اللي هو مفيد جدا لينا، وكنستخدموه في عده وصفات اللي هي كثيره ومفيده للجسم والجمال ديال المراه المغربيه. المراه المغربيه اللي دائما معروفه بوصفات ديالها الرائعه وبالاهتمام ديالها بالبشره وبالجسم وبالطبخ وبكل شيء. نتمنى ان هذه الوصفات اللي غادي نقول لكم اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، لانها رائعه ومفيده جدا. غادي نمر لكم دابا الوصفه الاولانيه اللي هي ماورد. انا هذا الماورد عندي ماورد اللي هو مقطر اللي هو 100% حقيقي. اذا هذا الماورد هذا غادي ندير فيه شويه ديال العكر الفاسي، غير القليل فقط، هادشي غادي ندير فيه القليل كيف ما غادي تلاحظوا معايا. غادي ناخذ هانتوما المعلقه، غادي ناخذ غير راس ديال الملعقه من هنايا، نتوما قليله كانت عندكم كبيره غادي تزيدوا نتوما كيف ما كتشوف، فهذا كافي جدا. هانتوما تشوفوا غادي نخلطوا وغادي نبدا نستخدموا. الا خلطتوا يمكن ليا نستخدموا في وصفات دائمه مع الحنه مع هاد الوصفات هادو، اولا غادي نبدا نديرو في واحد القطن ونبدا نمسح به وجهي يوميا. فهاد الماء هذا ديال الورد فهو جميل جميل بزاف، كيعطي لنا توريد للبشره ديالنا، كيردها لنا غوز، وخصوصا اصحاب البشره السمراء شويه كيعطي لهم واحد اللون اللي هو رائع، وكيعطي لنا واحد النعومه اللي هي كنستافدو منها. اذا كيف ما كتشوفوا اللون ديالو، اذا غزال رائع. اذا ما ورد عندي هنايا الوصفات، اذا هذا كما قلنا للبشره كيعطي لنا التوريد ديالها، يمكننا نديروه نمسحوا به البشره ديالنا، اولا نرشوا به بحال هكا بضع قطرات كنرشوا بحال هكا ونخليوه حتى الصباح، كتلقاو واحد اللون اللي هو رائع في البشره. اذا ما ورد والعكر الفاسي ما كاين مسهل منه، لو كيعطينا نتائج اللي هي رائعه. عندي هنايا الزيت ديال الكوكو، اذا هذا الزيت ديال الكوكو غادي نوريكم انا كيف غندير ليه، هذا لتوريد الشفاه، هذا بيعطينا واحد الحموريه للشفاه ديالنا، بحال اللي استخدمنا العكر او اللي يمكن لكم ديروا. اذا كيرطب لينا الشفاه ديالنا وكيعطي لنا واحد اللون اللي هو رائع جدا. غادي نوريكم كيفاش كنستعملوا ليه، يمكننا نديرو قبل النوم ونخليوه في الشفاه ديالنا، اولا نديروه في الصباح ونخرجوا به. اذا هانت مثلا انا خديت هذا القليل فقط باش نوريكم، وغادي ناخذ القليل فقط من العكر الفاسي وكنبدا كنمجزهم. كنكس انا كنخدمو هكذا، هو كيطلق ليا هذيك الحموريه ديالو بهذا الشكل، كنوضعو على الشفاه ديالنا، كنبقاو كنوضعو على الشفاه في الليل، وفي الصباح كنلقاو الشفاه ديالنا واحد اللويل اللي هو رائع وكيرطبهم لينا، وخصوصا للمدخنين فهو كيحيد لينا ديك الزروكيه اللي كتكون عندنا في الشفاه ديالنا. الوصفه الثالثه اللي هي عندي هنايا، انا هنا خلطتهم، عندي هنايا طير الابيض مع
العكر الفاسي، ها هو راه درتو هنايا مع العكر الفاسي. غادي تخلطوه بالماء سخون، الماء اللي هو دافي، وغادي ديروه قناع كذلك للوجه، فهذا كيعطي لنا واحد كينقي لنا الوجه ديالنا وكيصفيه لينا بزاف وكيعطي لينا النضاره. ويمكننا نستعملوا هذا القناع هذا مع مده 20 دقيقه، نديروه غير مره واحده في الاسبوع فهو كافي جدا، مره واحده في الاسبوع لمده 20 دقيقه. قناع ديال الطين الابيض مع العكر الفاسي كيجينا رائع، اولا نديروا الطين الابيض ونرشوا عليه من هذا المورد هذا، الا مابغيناش نديروا الماء طايب نكرشوا غير من لهنايا، خص يكون عندنا المورد بزاف، وكنرشوا هذا اللي مخلطين فيه العكر الفاسي وكنديروا قناع لمده ثلث ساعه. وعندنا الحاجه الثالثه اللي هي هذا الكريم هذا ديال اليدين والرجلين اللي هو معروف عندنا كاملين، غادي ناخذ شويه ديالو لان باش ما نديروش كامل، وغادي ندير فيه القليل كذلك من العكر الفاسي، غير القليل فقط. اذا هذا راه كافي باش يجينا عده وصفات مرات متعدده. هذا الثمن ديالو تيدير ما بين 15 حتى 20 درهم، هذا غرام ديال العكر الفاسي. الا لقيتوه اقل لقيتوه مطحون بزاف وحمر بزاف ما تشريوش، تيكون هذاك فيه غير الصباغه ما تيكونش فيه العكر الفاسي الاصلي، يعني موجود عند العطاره، غير تقول لهم عطيوني العكر الفاسي الاصلي وهو غادي يعطيه لكم. كيف ما قلت لكم ما بين 15 حتى 20 درهم هذا هو الثمن ديالو اللي هو معروف اللي هو معتاد. إذن هذا هو اللون اللي كنحصل عليه، زوين بزاف. هذا كنديروا به الرجلين ديالنا واليدين ديالنا، كندهنوا عليهم كنحسوا على واحد الرطوبه اللي هي رائعه وواحد التوريض اللي هو رائع، نعومه اللي هي فائقه لليدين والرجلين ديالنا. هادو وصفات بالعكر الفاسي كما قلت لكم، اللي وصفات اللي هي طبيعيه وجد مهمه باشياء اللي هو بعكر فاسي اللي كما قلت لكم كيتقاد من زهره شقائق النعمان، ورده ديال بلعمان، زهره ديال بلعمان اللي هي خاليه من المواد الحافظه وفيها منافع اللي هي كثيره وكثيره جدا. انا قدمت لكم بعض الوصفات، يمكن لكم ديروه مع الحناء كذلك، كديروا تخلطوا الحنه بالماء هذا ديال اللي كديروا فيه الماء ورد والعكر الفاسي، اولا ديروا فيه شويه ديال العكر الفاسي وتخلطوها بالماء سخون. اذا هادو وصفات اللي هي رائعه صراحه. هانتوما غادي تشوفوني غادي ندير قليل فقط من هنا في يديا، هانتوما اذا هنا كنديروا اليدين ديالنا كنمصيو مزيان، تشرب اليدين ديالنا هاد العكر الفاسي كله، وهاد الفازلين هاد نيفيا اللي درنا. يمكن لكم هنايا بالنسبه للتوريد ديال الشفاه غادي ديروا يا اما هذا زيت ديال الكوكو اولا ديروا حتى الفازلين فهو حتى هو مزيان. اذا هانتوما كما كتشوفوا رائع جدا، رائع اللون ديالو رائع، وكتخليهم بحال هكا كديروهم على اليدين ديالكم والرجلين ديالكم وتخليوه حتى الصباح، غادي تلقاو واحد النعومه اللي هي فائقه وواحد اللون اللي هو غادي يرضيكم بزاف. وصفات اللي هي زمانيه ديال زمان وكيديروها اجدادنا وامهاتنا اللي معروفين عند المغاربه جميع. كنتمنى انكم عطيت لكم نبذه عليهم واحد الفكره عليهم، اذا كنتمنى انكم تجربوهم وانهم يعجبوكم. لاول مره يشاهد القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك وتدعموني بالبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم جزيلا في يوميات ليلى مراكش، ومرحبا بكم في اي استفسار ومرحبا بكم في اي حاجه بغيتوا تعرفوها، وشكرا لكم على التعليقات الزويونه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم الدائم، مرحبا بكم.